اهلا بيكم مشاهدي في الجول في كل مكان. النهارده ضيفنا استثنائي ومتميز، احد انهر لاعبي جيله في نادي الزمالك، نجم منتخب مصر واحد افضل المديرين الفنيين في الدوري المغربي الفتره الحاليه. اهلا بيك يا كابتن طارق. حبيبي اهلا بيك، انا سعيد جدا بوجودي في الجول، موقع كبير جدا، اتشرف ان شاء الله ان اكون معكم ان شاء الله، ضيف خفيف وحوار جاي ان شاء الله. بما اننا اخر حاجه في المقدمه انك من احد افضل المديرين الفنيين في الدوري المغربي، حابين نعرف تقييمك لتجربتك الموسم المنقضي مع اولمبيك اسكي، شايفها ازاي وراضي عنها قد ايه؟ بص، طبعا بقول الحمد لله والشكر لله، هو في الاول والاخير توفيق ربنا سبحانه وتعالى. في البدايه طبعا لازم اشكر نادي اولمبيك اسفي، نادي كبير، نادي اكتر من 102 سنه، عنده جماهير كبيره جدا جدا في كل مكان. كان لي الشرف ان انا واحد من المدربين اللي اشرفوا على اولمبيك اسفي، والحمد لله سنه ونص انا بعتبرهم الموسم الماضي والموسم من حالي كلها كانت فيها حاجات حلوة كتير عشناها مع بعضينا، من المركز قبل الأخير الموسم الماضي إلى المركز الرابع الموسم دوت، والموسم الماضي المركز السابع، فده كله يرجع لتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. فبشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه، بشكر اللاعبين، بشكر الجهاز الطبي والفني والإداري، بشكر كل المنظومة، بشكر الجمهور، بشكر إدارة النادي. البعض بعد نجاح تجربتك مع أولمبيك أسفي سأل ليه كابتن طارق ما جددش تعاقده مع النادي المغربي، أو ليه ما استمرش في التجربة باعتباره أن ختمت الموسم بشكل كويس؟ بص، هي ما استمرتش عشان حاجة، ولكن أنا كان في حاجتين، كان لازم من الحاجتين دول، أنا دايما واضح وصريح يعني، كلمت مع إدارة النادي والرئيس، حتى الجمهور، حتى الإعلام، الناس كلها كانت عارفة ان انا عايز اخد مركز رابع وعايز العب كونفدراليه. فلما عرفت ان الكونفدراليه مش المركز الرابع اللي هيلعبها، اللي هياخد كاس هو اللي هيلعب الكونفدراليه، كاس بطوله غاليه جدا هناك في المغرب، كاس العرش، ولكن احنا كنا اتغلبنا بضربات الجزاء في الكاس من الفتح وبالتالي خرجنا، فبالتالي كان اللي هيلعب كونفدراليه اللي هياخد الكاس، فما كناش احنا موجودين، وانا كان عندي هدف وعندي طموح بصراحه ان انا العب كونفدراليه، وده ما حصلش. الحاجة التانية بصراحة لازم أكون واضح وصريح مع نفسي، حسيت إن الأمور بالنسبة للموسم الجاي هتبقى صعبة، خاصة الإمكانيات المادية بالنسبة لي أنا هتبقى صعبة، لأن أنا اللي عندي مستحقات كتير جدا 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 موجودة هناك من الموسم الماضي، ومع ذلك مستني النادي نخلص المستحقات القديمة وبعدين نتكلم في الجديد، وأنا عارف إن الجديد كان هيبقى صعب على النادي، الإمكانيات كانت هتبقى صعبة، ولكن قلت فرصة ممكن مدرب تاني يجي يشتغل ويكون أفضل من طارق مصطفى ويحقق الأهداف اللي الحمد لله الواحد الحمد لله كان نفسه يحققها، نفسه ياخد بطولة أولمبيك أسفي، لأن بصراحة هم كجمهور وكبلدينا يستاهلوا هذا يعني، ولكن بتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وبتمنى لنفسي إن شاء الله في التوفيق الفترة الجاية بإذن الله. هل الكابتن طارق تلقى عروض من أندية القمة في المغرب زي الرجاء، الوداد، خصوصا إنك يعني دي يمكن تاني سنة ليك في الدوري المغربي، والسنة دي بالذات يمكن مشيت بشكل كويس جدا؟ أولا هي تاني سنة ليا مع أولمبيك أسفي، ولكن أنا عندي ثلاث تجارب قبل كده مع سريع وادي زم، والحمد لله يمكن عملنا برضو موسمين كويسين جدا، قعدنا في الدوري برضو، والموسم الثاني برضو الحمد لله قعدنا في الدوري مع الدفاع الحسن الجديدي، فعندي ثلاث تجارب الحمد لله كلهم كانوا الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى ودعوات أم الله يرحمها ووالدي ربنا يديله الصحة، دي كلها كانت إنجازات كلها، والحمد لله عملت اسم الحمد لله لحد ما الناس اللي بتروح، مش أنا اللي بقول يعني، الناس كلها اللي بتروح المغرب من خلال الأندية اللي بتروح تلعب هناك كلها، إذا كان الأهلي أو الزمالك أو المصري أو حتى كل الأندية اللي راحت لعبت هناك، حتى الإسماعيلي في وقت سابق في البطولة الودية اللي كانت مع ميدو، الحمد لله واحد عمل اسم كويس هناك. الدوري المغربي دوري قوي جدا، دوري انا بعتبره ان شرف لي ان انا اكون موجود في الدوري المغربي، لانه بطوله قويه جدا، بطوله جماهيريه الاولى الاول على افريقيا بكل امانه، مش انا اللي بقول ده، الاتحاد الافريقي اللي بيقول، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله. الانديه كلها اللي انت ذكرتها بسام، انديه طبعا كبيره جدا، انديه عندها تاريخ وعندها شعبيه كبيره جدا وجماهيريه كبيره جدا، بتتكلم على الرجاء، بتتكلم على الوداد، بتتكلم على الجيش الملكي، بتتكلم على نهضه بركان، بتتكلم كل الانديه، مش عايز انسى حد، كل الانديه، ولكن شرف بيتهم حققوا بطولات طبعا طبعا طبعا، شرف لاي حد ان يكون موجود في الدوري المغربي كمدرب، وشرف كمان ان يمسك الانديه ديت، وانا واحد من الناس اللي الحمد لله
اللي عندي طموح دايما بطلع السلمه، ودي الناس كلها اللي اتعاملت مع طارق مصطفى عارفه كده كويس قوي، لان في حاجات كتير انا بتجيلي وبرفضها، لاني عايز العب بطوله افريقيا، عايز اخدها، عايز اخد دوري الابطال، عايز اخد، يعني انا دايما دايما بلعب على المكسب، ودايما طريقه لعبي الحمد لله معروفه للناس كلها. فبقول في الاول والاخير هو توفيق ربنا. كان في بصراحه من ضمن الناس اللي كنت مرشحهم، من ضمن المدربين اللي كنت مرشحين في اكتر من نادي، ولكن بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله للمدربين الموجودين. ان شاء الله الفرصه مش موجوده دلوقتي، ان شاء الله انا عارف بتوفيق ربنا ان شاء الله، لان انا بسعى لها ان شاء الله تيجي باذن الله. بما انك يا كابتن طارق طبعا تعايشت مع الدوري المغربي اكتر من موسم، يعني ايه الفرق او الاختلاف بين الكره المغربيه والكره المصريه وشخصيه اللاعب هنا وهنا؟ لا بص، خلينا نكون واقعيين. اولا في اختلافات كتير. رقم واحد الاختلاف المادي، ده ممكن لو انا قلتها اكتر من مره، ممكن اللاعب اللي بيجي هنا بياخد 10 اضعاف اللاعب بياخده هنا. خلينا نتكلم بصراحه، حتى على مستوى المدربين الاجانب كل امانه، يعني في مدربين اجانب من غير ما اذكر اساميهم جم هنا خدوا 3-4 اضعاف اللي كانوا بياخدوه هناك. كمان ميزه، انديه كلها جماهيريه، انديه كلها الملعب مقفول والحضور الجماهيري مكتمل، وجود الجمهور بشكل كبير جدا بيديك انت كمدرب طموح واحساس ورغبه، واللعيبه كمان، عكس لما تكون معظم المباريات بتلعبها من غير جمهور. يعني في فرق كبير جدا بين هنا وهنا، وده اللي وصل بصراحه المغرب بصراحه للمستوى الكبير جدا. من خلالكم برضه لازم اشكر الاتحاد المغربي فوزي لجع، والاتحاد المغربي كله وكل المنظومه المغربيه، على اكاديميه محمد السادس، على اللي بيتعمل في المغرب من الملاعب ومن الاستادات ومن البنيه التحتيه بصراحه والجماهيريه. لا في هم على المستوى، مش بس المنتخب الاول ان هم خدوا رابع كاس عالم، وده احنا كلنا كنا فرحانين، وهم احنا شعب واحد، احنا بنقول دايما مصر ام الدنيا، وهم دايما بيقولوا علينا كده، واحنا كمان بنقول المغرب ابو الدنيا. فاحنا الحمد لله العلاقه ما بيننا علاقه فيها احترام وحب، وبنتمنى لبعضنا التوفيق. ولكن حتى على المستوى المنتخبات، منتخب اقل من 23 سنه خد البطوله، طبعا خد البطوله، كنا بنلعبهم في النهائي، المنتخب ال 17 سنه مع هشام الدميعي، منتخب حتى الكره الخماسيه هم بصراحه وصلوا، حتى المنتخب النسوي، المنتخب وصل لدور في اول مره يوصلوا كاس عالم. فبالتالي لا انا بشوف هم اشتغلوا بقى لهم فتره بشكل كبير جدا، وعايز اقف هنا، لازم اقف هنا، لان كل المنتخب الاول، خلينا نتكلم عن المنتخب الاول، لكن المنتخب الاول دايما كانوا بيمسكوا من مدربين اجانب ومدربين على مستوى عالي جدا، زي هيرفي رينار، زي هيلوزوفيتش، يعني ناس كتير جدا. ولكن هم اللي بيعملوه في البطوله الوطنيه انك مدرب واحد في الدوري، مدرب واحد ما تمسكش بقى، مش مدرب يمسك ناديين، امسك هنا 4 شهور وهنا 6 شهور وبعدين اطلع من هنا الاسبوع ده انزل فرقه اروح هنا الاسبوع ده، مش لا هناك ما فيش الكلام ده، نادي واحد ليك في السنه، ما فيش توفيق خلاص بتدورك على فرصه تانية في مكان تاني في بلد تانية. فبتاخد خبرات انت كمدرب، بتسعى ان انت تعلم من امكانياتك، بتشوف تجربه جديده في دوري جديد، تخلق دوافع جديده، بتعمل كوادر انت. فهو ده اللي حصل، في هناك كوادر كتير بصراحه، مدربين مغاربه على مستوى عالي جدا موجودين دلوقتي، ودي اللي عملوه الجامعه اللي هو الاتحاد الكره زي ما احنا بنقول هنا كده، اللي عملوه، وعندهم مدربين مغاربه بشكل كبير جدا منتشرين كمان في انديه. والدليل على ذلك وليد الركراك، اللي انا من خلالك يعني بتمنى له التوفيق، لان وليد مدرب ذكي جدا ومدرب طموح ومدرب بيعرف يحفز اللعيبه بشكل كويس، ومدرب تكتيكيا عالي جدا، لعبنا ضد بعض كتير، بتمنى له هو توفيق. مدربين كتير، انت بتتكلم على عموته مع حفظ الالقاب، ماسك منتخب الاردن دلوقتي. فبالتالي انا نفسي ان التجربه دي تتعمل هنا، او القانون ده او اللائحه دي تتعمل هنا، عشان احنا عندنا هنا الموضوع مختلف شويه بصراحه. الاهلي يمكن تعاقد مؤخرا مع رضا سليم لاعب الجيش الملكي، وانت واجهت الجيش الملكي اكتر من مره الموسم اللي فات وقبل كده، يعني حابين نقول للناس في مصر هنا ايه مميزات وعيوب رضا سليم؟ طيب خلينا نقول طبعا رضا سليم لعيب ممتاز، رضا سليم لعيب عنده سرعه، انا اشوف ان هو سبب من ضمن الاسباب اللي الجيش احرز البطوله. مبروك طبعا للجيش الملكي، ودي ميزه الدوري المغربي من ضمن الميزات،
انك في اخر 10 سنوات ست انديه حققوا اللقب. كل الانديه انديه متقاربه في كل شيء، في عدل هناك، وحط تحت كلمه عدل دي 100 خط، في عدل في كل حاجه. قرارات بتطلع هناك بعد 24 ساعه، انت هنا بتستنى الاعلام، انت هنا بتستنى تاخد اراء، انت هنا بتستنى حاجات كتيره جدا بصراحه مش موجوده هناك. هناك في لائحه، اللائحه بتطبع على الكبير وعلى الصغير. الرجاء او الوداد او الجيش بيلعبوا مثلا اي فريق وحصل مثلا حد من عندهم اتطرد فاول دي يترد، يعني الموضوع مختلف شويه، مفيش حسابات بصراحه، ودي نقطه مهمه جدا يعني. فرضا سليم لعيب سريع يلعب ناحيه اليمين بشكل كويس، بيشتغل بكرات الثابته بشكل كويس. رضا عنده ميزه انا بصراحه من وجهه نظري الشخصيه يعني مش موجوده في لعيبه النادي الاهلي، كل تحركه بدون كره. النادي الاهلي كل اللعيبه اللي بتلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال، زي بتتكلم على حسين الشحات، بتتكلم على بيرسي تاو، بتتكلم على طاهر، بتتكلم على كهربا لو لعب في الحته ديت، احمد عبد القادر، كل اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عايزه الكوره في رجليها، يعني دايما بيعتمدوا على الكوره في رجليهم في المهاره، واحد ضد واحد ممكن يعدي يخترق. لا رضا مختلف، عشان كده حرك بدون كره كتير، بدون كره، وعشان يستغل سرعته. فانا اشوف ان ده مش موجوده في النادي الاهلي. ورضا لو لعب ناحيه اليمين مع حسين الشحات ناحيه الشمال مع بيرستاو اللي تحت، او حسب التوليفه اللي ممكن يعملها مستر كوره، انا بشوف ان لا رضا لعيب مختلف، لان في وقت من الاوقات وانت بتشتغل عايز تعتمد على السرعه، فرضا عنده دي ميزه. بتمنى له التوفيق. البعض بيتساءل بعد تألقك في كمدير فني مع أولمبيك أسفك وتحقيق المركز الرابع والنهوض بيهم بشكل كويس، ليه فين طارق مصطفى ما بيدربش في مصر ليه؟ لا السؤال ده يعني مش أنا اللي جاوب عليه، أو مش أنا اللي أتسأله. أنت تفتكر مثلا في وقت تألقك كمدير فني، وخصوصا بشكل لافت للنظر الفترة الأخيرة، هل تلقيت عروض من انديه مصريه؟ كان في بعض الاخبار برضو كانك اتعرض عليك منتخب الناشئين. لا بص حته المنتخبات بصراحه، حته منتخبات الناشئين انا رافضها بقالي بتاع 10 سنين بصراحه. يعني اولا انا ما مسكت منتخب الاول مع كابتن حسام البدري مدرب عام المنتخب الاول، شرف ليا طبعا وشرف لاي حد ان يكون موجود في المنتخب، خاصه ان انا واحد من الناس اللي ادت المنتخب يعني الحمد لله، وكل الناس تشهد بذلك. ولكن اللي عايز اقوله لك، انا حتى بعد تجربتي مع كابتن حسام اللي انا بشكره عليها وبحترمه جدا وبحبه جدا على المستوى الشخصي، لانه حاجه تشرفت ان انا اكون موجود معاه بصراحه، انسان محترم وانسان على خلق عالي جدا. طلعت بعديها وقلت انا حتى مدرب عام منتخب مصر بالنسبه لي خلاص الموضوع انتهى. يعني ما يا طارق مصطفى خد قرار انه ما ينزلش؟ من بدري، لان انا هدفي الحمد لله منتخب مصر الاول كمدير فني. انا شفت اشتغلت مع كابتن حسن شحاته ولي الشرف، اشتغلت مع كابتن حسام البدري، اشتغلت مع كابتن طارق يحيى قبليهم 7 سنين كانوا كلهم نجاحات. عندي طموح ان انا ابقى موجود الحمد لله في المنتخب الاول ان شاء الله كمدير فني، ولكن كل زي ما يقولوا كل وقت ولي ادانه. فانا عارف الخطوه ان شاء الله الجايه باذن الله ربنا يوفقني فيها فين، اللي بعديها فين، اللي بعديها ان شاء الله منتخب. انا الحمد لله بحمد ربنا، عشان كده بشكر كل الاعلام في المغرب، بشكر كل النقاد، بشكر الجمهور. انك تاخد احسن مدير فني اجنبي في الدوري المغربي دي مش سهله، مدربين كتير جدا اجانب موجودين، انك اول 4 اسابيع او 5 اسابيع تاخد احسن مدرب في الجوله، ده الحمد لله والشكر لله ما بيجيش من فراغ يعني. الناس عندهم نظره وبشكرهم عليها. هنا بصراحه المعايير مختلفه شويه، خلينا نتكلم بصراحه. انا طارق مصطفى ولا ليا ان انا بتكلم كتير ولا بظهر كتير، ولا ان انا ليا علاقات بشكل كويس، ولا احب حد يعني اكلم حد عشان يكلم لي. انت شايف صعب ان جدا حاليا صعب في جدا. مصر الامور بتصير بالشكل ده، الامور واضحه، لانك انت ما ينفعش انت تكون مثلا منزل فرقه النهارده وتاني يوم تمسك نادي، صعب جدا هنا. عشان كده بقول لك هناك الموضوع ان انت تمسك نادي واحد ما وفقتش، مش هقول لك بقى فشل، لا ما وفقتش مش هتمسك تاني طول السنه. بحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيوفقني انا عشان اطلع في بطوله زي الدوري المغربي، اشتغل فتره كبيره جدا مع ناس انديه كبيره، طلعت الامارات خدت احسن مدرب في الامارات في نادي العروبه. انا بقول لك حاجات مش حاجات حقيقيه يعني، 7-8 سنين الحمد لله مع كابتن طارق يحيى، اذا كنا بنتكلم في السعوديه على السعودي ولا من المقصه ولا 3 سنين ولا حتى الانتاج الحربي في اول موسم للانتاج الحربي، ولا حتى اسمنت السويس في الدرجه الثانيه الحمد لله، حتى مع تجربتي مع كابتن حسام
ما تغلبناش الحمد لله. فالحمد لله انا بشوف الحمد لله انا ما فشلتش الحمد لله. بتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفاني، لان دايما ربنا بيدي لكل واحد قد اجتهاده وتعبه يعني. ولكن اللي عايز اقوله لك، مش انا الواحد، اللي ناس كتير قوي 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 اتمنى ان القانون اللي موجود في المغرب في كل يعني، موجود في شمال، موجود في الجزائر، موجود في المغرب، موجود فبت، اتمنى ان هو يتعمل هنا، لانه اتعمل هنا هتشوف مدربين كتير، هتشوف كوادر تانية. ايه رايك في اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي ومين السبب فيه؟ مين السبب فيه؟ دي كلنا، مش حد معين. ولكن انا بقول نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك تاريخ، نادي الزمالك اي حد يتشرف انه يلعب له او يدربه او يمسكه كاداري حتى، لان المكاسب كتير جدا من ورا نادي الزمالك. انا واحد قاعد معاك النهارده واللي وصلت له دوت من خلال نادي الزمالك، وشرف لي ان انا لبست تيشرت نادي الزمالك، شرف لي ان انا الحمد لله كان لي بصمه في نادي الزمالك في اهداف كتير مؤثره وبطولات كتير. ولكن اشوف بصراحه الكل ساعد ان نادي الزمالك يوصل لهذه الحاله، اداره، لاعبين، جهاز فني، اعضاء نادي، اعلام نادي الزمالك، الكل شارك فيه. ولكن مش لوحدنا، خلينا نقول برضو في امور كتير جدا جدا برضو قدرت ان هي تساعد ان هي نادي الزمالك يوصل للحاله دي. مش بقى اعلام نادي الزمالك بس، لا، الاعلام من الخارجي بره النادي طبعًا، ولا طبعًا من جوه خلاص النادي. انا كلمتك على جوه النادي. كلنا كلاعيبه قدامى ومسؤولين واداره وجهاز وجمهور وكله، لان الجمهور كان ليه وقت من الاوقات اتكلم على محمود علاء بشكل مش كويس، مشي محمود، اتكلم على اوباما بشكل مش كويس، مشي اوباما. المدربين اللي تواجدوا بصراحه في الفتره الاخيره ما كانش اليوم بالنسبه لي دور ايجابي. انا اتحطيت في التجربه ديت في وقت من الاوقات مع مستر باكيتا. انا كنت هسالك عن يعني تقييمك للفتره اللي انت قعدتها مع باكيتا. مع باكيتا ما دمرتش النادي، مع باكيتا انا مسكت، كان فيريرا مشي وكان الفتره ديت هرب زي ما بيقولوا او خد حاجته ومشي، وانا كنت راجع من المغرب ومسكت الفرقه انا وششيني حوالي شهر، وكان معانا كابتن اسماعيل يوسف، كان معانا حماد انور، وكان معانا ايمن طاهر، وكان معانا مدحت العبادي، ومسكت الفرقه انا في الفتره ديت حوالي شهر وعشرة ايام. جه باكيتا قبل الدوري باسبوع، اشتغلنا، وانا اللي كنت في اول مباراه كانت مباراه حرس الحدود، وانا اللي عملت التغييرات، وانا اللي اشتغلت، سيبنا 2-0. الماتش اللي بعديه برضو ربنا وفقنا، طلع الاعلام ده طارق بيعمل، طارق بيغير، طارق بيسوي، الراجل خد جنبي باكيتا. جيت بعديها رحت اتكلم مع الشرم مرتضى، قلت لهم شكرا، السلام عليكم، بتمنى لكم التوفيق، وخدت بعضي يعني ومشيت. باكيتا كان هو سبب من ضمن اسباب انك كنت عايز تمشي بعد الاقاويل اللي انت باكيتا ده كلام اتقال، ده كلام اتقال في كل المواقع وكل السوشيال ميديا وكل كل المحللين في وقتها، ان لا الراجل ما يعرفش عمر جابر بيلعب فين واحمد توفيق بيلعب فين وكهربا ومصطفى فتحي، لان الحمد لله حصلت تغييرات من جوه الملعب ربنا وفقنا فيه، وده طبيعي جدا. فالراجل حسيت ان بدا ياخد جنب شويه، فقلت شكرا، بدل ما اعمل مشاكل للنادي. وانت فضلت انت اللي تمشي للنادي، فضلت ان انا امشي واعتذرت ومشيت بكل احترام. وحتى انا باكيت انا قابلته في المغرب، هو كان ماسك حسنيه اجدير، ولعبته على في ملعبه الموسم الماضي، لعبته في ملعبه، وكان من ضمن المدربين الاجانب اللي كانوا موجودين هناك، والحمد لله كان ربنا وفقني في الماتش ده وكسبنا 1-0، وسلمت عليه واتكلمنا. انا بالنسبه لي دايما انا بسام، والناس اللي قريبين مني او اللي عارفين انا مش بتاع مشاكل، انا بتاع شغل يعني، الحمد لله بحب اشتغل، عندي طموح اشتغل وعندي طموح ان انا اعمل حاجه، والتوفيق في الاول والاخر بتاع ربنا. هي دي التجربه اللي انا بقول لك، ولكن في حاجات كتير خارجيه. نادي الزمالك ناس كتير كانت لازم تساعد النادي الكبير دوت وتقف جنبه، ولكن بصراحه ما شفتهاش. كابتن طارق، ايه رايك في اوسوريو وطريقه لعبه مع نادي الزمالك؟ بص انا اتكلمت قبل كده قلت ان الكواليتي اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك بصراحه يعني كواليتي يلعب بطريقه لعب مع اوسوريو، انا متفق معاه بصراحه في طريقه اللعب ككوتش. لا بالنسبه لي بصراحه انا كطارق مصطفى يعني، لان كل المباريات ما تفضلش تلعب بيها يعني، لا العب بالطريقه، ولكن هو تغييراته انا كطارق مصطفى تغييراته بالنسبه لي في علامه استفهام شويه، عدم الاعتماد على راس حربه. خلينا نتكلم على اخر مباريات في البطوله العربيه، ماتش الشباب، ماتش ما فيهوش فرص كتير، ماتش كان مقفول بشكل كويس، انت لعبت شيكابالا راس حربه بعد ما طلعت السيف الجزيري حوالي اكتر مثلا من 40 دقيقه ولا 30 دقيقه مش فاكر، وشيكابالا ما يلعبش راس حربه، راس حربه الوقت ده كله، خاصه انت وشيكابالا كنت بتعتمد على الكره العرضيه، شيكابالا ما يلعبش بدماغه. حاجه ثانيه، انت مباراه النصر نفس الشيء، التغييرات اللي انت عملتها ما ساعدتكش ان انت
توصل، مع ان كان سهل ان انت توصل في البطوله العربيه بصراحه. كنت شايف ان الزمالك بصراحه اللعيبه ادت اللي عليها، كانت بتلعب بروح كبيره جدا، ودي كانت ميزه بالنسبه للعيبه، اجتهدوا وما يستحقوش انهم يخرجوا من البطوله العربيه. نفس التغييرات، طلع سيف الجزيري وضغط نفسه، عمل تغييرات مش في محلها، معلش مع احترام انك تدخل فتوح في نص الملعب وتنزل حاتم سكر، نزل اشرف روق او تطلع السيسي، اللي انا بشوف ان لعيبه نادي الزمالك اصلا اللي كانت بعيده عن مستواها بقى لها فتره زي عمر جابر وزي السيسي كانوا كويسين جدا الماتش ده، لما تطلع الجزيري وما تنزلش حتى ناصر منسي، لا ففي حاجات انا بالنسبه لي عنده علامه استفهام. زاد ان التصريح اللي قاله بصراحه ان الجهاز المعاون اللي معايا بيكلمني في مؤتمر صحفي عشان اطلع عشان اغير عشان اعمل، لا ده 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 بصراحه تاخد منه كتير. خلي بينك وبين جهازك في الغرف المغلقه تتكلم وتتشاور معاهم، في القرار في الاول والاخر ليك انت اللي بتقول، انت اللي بتقود، انت اللي بتتكلم، انت اللي بتغير. هم بس مجرد ان هم زي ما انا كلمتك من شويه على بكيت، انا كنت بقول له 1 2 3 ايمن حفني مش عارف ده مش عارف يعني لا ده ما يطلعش ده يغير. هو في الاول والاخر القرار بتاعهم يعني فاهم، ولكن دي ما عجبتنيش بصراحه. مدرب لازم ياخد باله جدا من تغييراته، لان التغييرات ساعات وتوقيتها ممكن يعمل لك مشاكل، ودي اللي حصلت بصراحه في مباراه النادي الاهلي، ان عمل برضو تشكيله مش تشكيله تلعب بيها ضد النادي الاهلي. لاعب ارتكاز طبعا، لاعب ارتكاز كمان تلعب فتوح، لا هو كان فيه بس هو لعب فتوح كان عنده رؤى كان موجود كان عنده السيسي موجود يعني، انما تلعب فتوح في الحته دي، وكمان مش فتوح بس، لا ده انت لعبت الاثنين اللي قدامه زيزو ونضاي، يعني خليت الثلاثه بتوع نص الملعب. انت قلت النادي الاهلي مروان مش موجود، حصلت حاله وفاه الله يرحمه الوالد ويغفر له، حمدي فتحي كان مشي، فانت قلت نص الملعب ما حدش فيهم بيدافع. انا بقول لك فكره، انا كمدرب انا بقرا اللي قدامي، بقرا المدرب اللي قدامي، انا لما باجي اشتغل بشوف المدرب اللي قدامي. فهو قال ان النادي الاهلي ما عندوش نص ملعب، عنده ديانج بس، وديانج من النوعيه اللي ما بيقطعش، من النوعيه اللي بيلعب كوره وممكن يطلع لقدام، فما عندوش حد يقطع الكوره، فنلعب بثلاثه نص ملعب عندهم كوره كويسه وبيقدروا يزيدوا ويعملوا مشاكل للنادي الاهلي. انا بقول لك ده تخيل، انا السيناريو اللي انا قريته من خلال تشكيله وتشكيل النادي الاهلي. فلما لعب فتوح ولعب زيزو ولعب نضاي قال لك هاخد نص الملعب ولعبت كوره وهروح واعمل مشاكل للنادي الاهلي، فهو حسبها غلط، حسبها هو الزمالك هيعمل ايه وهيعمل ايه، ما حسبهاش النادي الاهلي. لا النادي الاهلي لازم تعمل له مليون الف حساب، النادي الاهلي نادي كبير، لازم تعرف النادي الاهلي حتى في الماتشات اللي زي دي ماتشات مختلفه، الزمالك والاهلي انديه كبيره جدا، زي ما هو الزمالك زي ما الاهلي بيحترمك انت كزمالك وعامل حسابك والكلام ده كله، فلازم انا نفس الشيء. فهو انا بشوف ان هو في مباراه النادي الاهلي بصراحه كان بعيد كل البعد عن المباراه. يعني في النهايه انت مع طريقه اسوري ولكن مش مع تغييراته، وتغييراته حضرتك شايفها انها يعني تكاد تكون هي اللي خرجت الزمالك من البطوله العربيه. طبعا انا بالنسبه له حتى مباراه النادي الاهلي الطريقه انت الطريقة يعني متناولها عادي. طبعا الطريقه بص لما ساعات بيجي بيلعب بثلاثه اربعه اثنين واحد دي طريقه مميزه، ولكن لما تيجي تلعب بالطريقه دي او الواحد ده لازم يبقى راس حربه. انت عندك الجزيري كان من افضل لاعيبه نادي الزمالك في البطوله، خاصه في مباراه النادي النصر. مباراه نادي النصر لو انت كنت مركز وعايش في المباراه، النادي النصر غير المدافع بين الشوطين، المدرب غير المدافع لان الجزيري تعبه كتير، مدافع الاسمر مش فاكر اسمه ايه، وكمان كان واخد انذار فغيره ونزل مدافع تاني، فبالتالي لا الجزيري كان عامل لهم مشاكل، بيتحرك الجزيري ما بين الخطوط بشكل كويس قوي. فانت لما خرجت الجزيري وعملت التغييرات دي كلها انت ضغطت نفسك، وبالتالي انت لازم تبقى عامل سيناريو للمباراه قبل المباراه. انا بصراحه ما بشوفهاش فيه. الزمالك محتاج ايه في 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 مراكز الملعب كصفقات يعني او تدعيم علشان يقدر يتواجد السنه الجايه كمنافس يعني؟ بص الرقم واحد قبل الفنيات لازم الاستقرار، والاستقرار مش بالكلام، استقرار المادي مهم جدا بالنسبة للعيبة في الفترة ديت. ما ينفعش انت تدي لعيب مثلا كذا ولعيب تاني كذا، لا لازم الأمور تبقى واضحة بشكل كبير جدا، عشان انت مش بتتكلم على دلوقتي، انت بتتكلم على اللي جاي كله، انت ما بتكلمش، انت مش عايز تتكلم في اللحظة، انت لازم تخطط لقدام عشان تبقى عارف انت، لان طبيعي جدا الزمالك محتاج لعيبة ومحتاج مش اقل من 7-8 لعيبة وكويسين، ولازم تعرف فتوح معايا ولا مش معايا، عشان مش كل شوية يطلع كلامه كل شوية كذا.
لازم تعرف عبد الله جمعه فين. انا عايز اعرف عبد الله جمعه فين. عبد الله جمعه من افضل اللعيبه اللي موجوده كباك شمال، هو فتوح الاثنين يبقى في منافسه والكويس يلعب والتاني، ولكن هو اللي بيعمل مشاكل للعيبه في الملعب، انه بتجيب المسلوسي تلعبه مره مساك ومره تلعبه باك رايت، تجيب زياد نمر تلعبه يمين ومره تلعبه شمال، تجيب مش عارف. لا الموضوع مش كده، مش بالشكل اللي انا بشوف فيه نوع من العشوائيه بصراحه، بشوف فيه نوع من العشوائيه. انا انت بقيت انت نفسك مشتت، انت نفسك مشتت يا مبتدئ. لا الموضوع مش كده. الصفقات بقى، المراكز اللي انت شايف انها محتاجه تدعيم ضروري، اكتر حاجه نص الملعب. نص ملعبك دوت هو اللي بيربط بين الدفاع والهجوم. نص ملعبك كويس انت بقيت قوي دفاعيا، نص ملعبك كويس هتبقى قوي هجوميا، الخطوط كلها انت ممكن تشتغل فيها بشكل كويس، ولكن انت محتاج كواليتي نص ملعب مختلف. انت محتاج كواليتي نص ملعب بيعرف يسلم ويستلم، بيعرف يتحرك لقدام، بيعرف يقطع الكوره. كان عندك احسن نص ملعب في مصر يعني بصراحه. انت كان عندك بتتكلم في طارق حامد، بتتكلم في سياسي، بتتكلم في يعني حتى الناس اللي كانت الصغيرين اللي كانوا يطلعوا كانوا بينزلوا بتلاقيهم عشان داخلين في وسط نجوم وداخلين في وسط لعيبه عاليه. انما دلوقتي بصراحه لا الموضوع مختلف. ليه مصر ما فيهاش عدد كبير من المحترفين؟ وكلمنا عن تجربتك الاحترافيه. بص هي تجربتي طبعا تجربه مش حلوه زي ناس كتير كانت طلعت كده وفتره من الفترات بعد كاس افريقيا 98، ولكن خلينا نقول ان احنا انا عن نفسي يعني انا طلعت كنت 98 كنت افضل لعيب في مصر بصراحه، انا وغيري. احنا هنا كلنا كنا نجوم، الموضوع بالنسبه لنا كان صعب. انت بتطلع نجم لما بتروح البلد تانية الموضوع بيبقى مختلف شويه، لان احنا ما كانش عندنا الاعلام بشكل كبير جدا ان كان بيظهرك او كان زي دلوقتي. دلوقتي الوضع مختلف. دلوقتي شمال افريقيا كلهم بتتكلم على المغاربه، بتتكلم على التوانسه، بتتكلم على الجزائر، بتتكلم على كلهم لعيبه محترفه. هي لما تيجي تبص على المنتخب كل واحد فيهم تلاقي كلهم محترفين، حتى الصغيرين دلوقتي اللي كانوا بيلعبونا منتخب 17 ومنتخب 23 عندهم 4 5 6 محترفين. فهنا إن ناقصنا عشان نبقى زيهم لازم تكونن الماده، لازم اللغه تبقى موجوده بشكل كبير جدا. قبل كل دول الطموح، لان في لعيبه واخرهم امام عاشور، الطموح ان انت عايز الناس تشاور عليه هنا، عايز الناس تمشي، عايز الناس. طموح مختلف، طموح صلاح وطموح النني وطموح تريزيجيه وطموح اللي قبليهم كان هاني رمزي، كل بقى التجارب اللي نجحت قبل كده. لكن احنا عندنا عشان توصل للي انا بقول لك عليها ديت لازم الامور مختلفه. قريت تصريح لمروان حمدي من يومين ان خسر مباراه الكاس بالضغط الجمهور، مع ان الجمهور ما كانش مال الملعب بجمهور النادي المصري. النقطه دي لازم الناس، لان انا اتكلمت فيها كتير واتكلمت فيها، قلت انت خرجت من افريقيا في 2019 مش عشان انت معاك مدرب وحش ولا عشان معاك لعيبه وحشه ولا عشان، لا خرجت على ملعبك في وسط جمهورك 100,000 متفرج عشان انت اللعيبه بتاعتك مش متعوده على الضغوط، اللعيبه بتاعتك تنقصها الشخصيه. عشان كده الموضوع مختلف لما بتيجي تلعب انت في وسط الجمهور، الموضوع بيبقى مختلف جدا. عشان كده لازم تقنن الناحيه الماديه، لازم يبقى مدرب واحد في في السنه، مش بقى 4 شهور 4 شهور. اصل الشرط الجزائي، اصل النادي مشينا، اصل انا مشيته. الحاجه الثانيه الناحيه الجماهيريه بشكل كبير جدا، اللي بتدي اللعبة شخصيه في الملعب. وخلي بالك انا اقول لك حاجه، مش عايز حد يزعل مني في دي، صعب جدا 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 بصراحه مدرب مصري يروح يشتغل في شمال افريقيا. انا مش هقول ليه، بس ممكن تساله كابتن حسن شحاته، ممكن تساله كابتن حسام البدري. الموضوع مختلف هنا، موضوع الجمهور مختلف، الاجواء مختلفه. انت 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 مش بتتكلم على نادي، انت بتتكلم على بلد. هنا مفيش ضغوط على المدرب، مفيش ضغوط. رغم ان الكره المصريه المفروض في حته تانية برضو. لا كانت حته تانية، دلوقتي لسه. دلوقتي انت مش، معلش، الدوري بتاعك مش هو رقم واحد. لازم الجمهور يرجع بشكل كبير جدا للمدرجات، لازم كل نادي يبقى فيه عدل يلعب عليه. يعني معلش لازم الاسماعيلي يلعب على ملعب ويطلع يلعب بره، المصري يلعب على ملعب ويطلع يلعب بره، عشان يبقى فيه عدل، يبقى عنده ملعب، يبقى عنده ملعب. الموضوع سهل وبسيط، مش صعب. يعني احنا اللي مصعبينه بصراحه. امتى اول مره انضميت لمنتخب مصر؟ كنت انا في نادي الزمالك، كان عدى 3 شهور تقريبا او 4 شهور، كنا بنلعب بطوله افريقيا. الحمد لله كنت ماشي فيها كويس، او كنت جايب اجوان بلعب الصفاقس في اسكندريه، وجبت ضربه جزاء، كنا تعادلنا ولعبنا ضربه جزاء والحمد لله ربنا وفقني فيها. كان اللي ماسك المنتخب ساعتها كان فاروق جعفر، بحبه على المستوى الشخصي، واحد من الناس هو اللي كان ليه فضل عليا. هو اول مدير فني ضمك لمنتخب مصر. بالظبط كده. هو فعلا خلاك تشارك كباك ليفت؟
لعبت باك شمال. طب احكي لنا احكي لنا لعبت ازاي في المركز ده، مشاكل بينه وبين الكابتن الخطيب. ايه اللي حصل؟ حابين يعني اصل الكابتن فاروق عنده رؤيه كان في الوقت دوت. انا من اللعيبه الحمد لله اللي كنت باك رايت او باك شمال، ما كنتش بترقص يعني. انا لعبت باك رايت كتير، كان صعب تعدي مني لان كنت سريع وبدافع كويس وبهاجم كويس الحمد لله يعني. فكانت ميزه عندي، وهم كان لاعب تونس في تونس، منتخب تونس، منتخب كان قوي. قوي جدا. كان هادي بالرخيصة كان لسه الله يرحمه كان لسه متوفي الاسبوع ده. الملعب كله كان مليان، الملعب كله كان بيعيط عن هادي بالرخيصة. المطر كان كبير جدا، وهم عندهم لعيب كان كبير جدا 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 حبيبي وصاحبي، دول لعبه كتير زوير بيا، وكان عندهم جمال امام كنت بلعب عليه. لعبت باك ليفت، الكابتن فاروق بدأت المباراة دي، بدأت المباراة باك شمال. آه. كان عمارة ومحمد يوسف ما كانوش موجودين، كانوا على الدكة، كانوا واحد على الدكة واحد على الطبق في بره. يعني أكيد دماغك قالت لك إن استحالة تلعب في المركز ده. لا طبعا، بس أنا كابتن فاروق يعني أنا لعبت قبلها ماتشين ودي وعملتها بشكل كويس. طب احكي لنا كواليس وجودك في التشكيلة الأساسية كباك ليفت في ظل وجود اتنين تاني كمحمد. لا طبعا، لعجات إزاي؟ بص أنا الحمد لله من اللعيبة اللي أنا لعبت في كل المراكز. أنا كنت لعيب تكتيكي يعني. أنا مع كابتن جوهر الله يرحمه لعبت تحت راس الحرب في الزمالك، أول ما رحت لعبت باك يمين، ولعبت راس حربة مع كرول، مع مستر كرول، مع مستر فيرر، لعبت في نص الملعب ديفندر. كل المدربين الحمد لله لعبت تكتيكي يعني الحمد لله، وبلعب المكان، بأدي في المكان بشكل كويس يعني. ما كانتش فشاركت في المباراة دي، شاركت في المباراة دي والحمد لله كان عملت مباراة كويسة. والمباراة دي الحمد لله مباراة كتيرة جدا مع كابتن فاروق والكابتن، انا جايب جول وانا باك شمال. هو كابتن اخر محمود مباراة الخطيب، كابتن محمود الخطيب ما كانش كان مدير الكورة بس ما كانش شايفك في المركز ده. لا في ظل وجود عمارة لا بالظبط بالظبط، كان شايفني بنص الملعب واحد من الاثنين يلعب. ولكن كان في مشاكل دايما في الجزئية ديت يعني. ولكن عايز اقول لك انا اخر مباراة للكابتن فاروق جعفر والكابتن الخطيب كانت اثيوبيا، في اثيوبيا كان تعادلنا 1-1 وانا كنت بلعب باك شمال وانا اللي جبت الجول في وجود برضو عمارة. كانت اخر مباراة لكابتن فاروق في المنتخب هو كابتن خطيب يعني. كمدرب بقى لمنتخب مصر مع الكابتن حسام البدري، يمكن انتوا ما تعرضتوش للهزيمة وقضيتوا مع منتخب مصر مباريات كويسة، وكان حتى في طريقكم للوصول لكاس الامم الافريقية والتصفيات كاس العالم، قيم لي التجربة دي وليه ما استمرتش رغم ان ما تعرضتوش للهزيمة؟ عشان الناس ما بتحبناش. مين الناس؟ الناس الشارع المصري. انت اتظلمتوا في الناس؟ لا طبعا طبعا طبعا. خلي بالك، بص كابتن حسام مدرب محترم جدا، بتمنى له كل التوفيق في التجربة الجديدة. كان دايما الناس بتقول ان في مشاكل كتير ما بيننا، وهو يطلع طلع اتكلم اكتر من مره وممكن يطلع. انا الحمد لله انا عارف شغلي كويس قوي، وعارف دوري كويس قوي، والحمد لله انا يمكن في الفتره دي كلها انا ما طلعتش اتكلمت في اي حاجه. ناس كتير كانت بتحاول تكلمني عشان تعرف اي معلومه، وانا الحمد لله والشكر لله طارق مصطفى متربي كويس قوي. اي مكان بتحط فيه، انا اشتغلت مع كابتن طارق يحيى سبع سنين كلهم كانوا نجاحات، بتكون اضافه كلهم كانوا نجاحات للمدير الفني. انا ببقى عارف دوري كويس قوي، بسام ما بتعدهوش. ولكن احنا في مباريات كتير ما اديناش فيها بشكل كويس، ولكن انت عارف الفتره دي كانت ظروف كتيره جدا خارجه عن ارادتك، كورونا. احنا عندنا، انا بقول احنا كان عندنا حاجتين ما تعاملناش معهم بشكل كويس. انا كطارق مصطفى الناحيه الاعلاميه ما عرفناش نتعامل مع الاعلام بشكل كويس، وده ليه دور مهم جدا 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 في مصر. ده سبب من الاسباب. سبب تاني حاجه ترجع لينا احنا، ان احنا في وقت من الاوقات كان لازم نعمل ماتشين ودي، كان عندنا الوقت ان احنا نعمل ماتشين ودي وما ناخدش بيهم فيهم الاهلي والزمالك، وبصراحه كنا محضرين على كده. ولكن ايه اللي حصل في الكواليس انا ما اعرفش، لان في حاجات كثيره جدا 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 كانت بتبقى بين المهندس احمد مجاهد وكابتن حسام البدري، احنا حتى كجهاز ما نعرفهاش، لان دايما في حاجات بتبقى المدير الفني والمسؤول بتبقى انت بعيد عنها يعني. زي ما بيكون مدير فني مع الإدارة، الجهاز بيبقى بعيد شوية. أبرز النجاحات للكرة المصرية أو لمنتخب مصر كانت بتبقى مع مديرين فنيين مصريين زي الكابتن حسن شحاتة والكابتن محمود الجوهري. ليه دلوقتي الكرة المصرية أو منتخب مصر بيتجه ناحية المدرب الأجنبي وما بيفكرش في المدرب المصري؟ يمكن بعد التجربة بتاعتكم الفكر كله للمدرب الأجنبي، مع أن أغلبية دول شمال أفريقيا، يمكن شفنا وليد الركراكي مع المغرب
جلال القدري مع تونس، اكتر من مدير فني محلي بيقود المنتخب بتاع الجزائر والجزائر طبعا بالماضي. جمال بالماضي. ليه دلوقتي الكرة المصرية رغم ان نجاحاتنا مع كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة ليه ما بنفكرش في المدرب المصري بعد تمرير؟ السبب الاعلام. الاعلام انك انت هدي تجربة اخيرة بتاعت هاب جلال، تجربة ما كانتش ناجحة، هو ضغط كتير من الاعلام، في متفق دايما وفي معاك وفي مش معاك. بصراحة الاعلام مع المدرب الاجنبي ما بشوفش كلام بيتقال ولا فيش اي حاجه بتحصل يعني، فاهم؟ مع المدرب المصري زي ما شفنا كده الامور بتبقى مختلفه شويه. فوجهه نظر الشخصيه بصرف النظر عن فيتوريا مدرب جيد، انا شفته في كل المباريات، ومدرب ان شاء الله نوصل على هدف حته ان شاء الله افضل من اللي احنا وصلنا له قبل كده. ولكن اشوف برضو الاعلام عندنا بيبقى ليه دور كبير جدا جدا جدا. كابتن طارق، هفرجك على هدفين تاريخيين لي حابب ان انت تكلمني عنها. طبعا ده هدف من الاهداف الجميله، يمكن هدف شودينج ستارز مع نادي الزمالك في نهائي افريقيا، كان في نيجيريا، كان بره ملعبنا وكنا مغلوبين 2-0، والحمد لله الجون ده يمكن في اخر دقيقه، الله يرحمه كابتن حماد امام كان هو المذيع وقتها، والجون ده فرق معانا كتير جدا. الهدف هو اللي فرق معاك؟ طبعا فرق معانا كتير جدا هنا، والجون ده يجي يمكن الكرة اتلعبت من أشرف قاسم بصراحة، اللي بتمنى له الشيفة إن شاء الله كابتن أشرف البرنس الكرة المصرية، اتلعبت بينية وهو كان حافظني كابتن أشرف، اتلعبت بينية وأنا اتحركت بشكل كبير جدا بسرعتي، وبعدين لميت المدافع وبحطها راحت خبطة راحت لعصام مرعي، لعصام مرعي مع مدافع تاني لسه هيشوط راحت جاية لي الكرة، خبطت في الاتنين راحت جاية لي، رحت أنا حطيتها بوش رجلي الخارجي البعيدة. دي هدف من الاهداف الجميله، وده طبعا من الاهداف الجميله اللي يمكن الهدف دوت زي ما قلت جمهور نادي الزمالك عارف طارق مصطفى برضو من خلاله، لانه بصراحه كان في النهائي، يعني كان في نهائي وبره ملعبك وفرقه تقيله شودينج ستارز، كمان فيرنر كان مديني ثقه كبيره جدا في الملعب بصراحه، والهدف ده من الاهداف العزيزه جدا على قلبي ودايما بحب ان انا اشوفه. يعني هوري حضرتك الهدف الثاني وكلمنا عنه. طبعا ده هدف من الاهداف العزيزه جدا على قلبي، لان هدف لمنتخب مصر برضو، وهدف كمان من كره ثابته، ودي ما بتحصلش كتير دلوقتي، يمكن العالم كله بصراحه بيعملها، ولكن الكابتن جوهر الله يرحمه كان اخراجه وتنفيذه وكل حاجه يمكن بيعملها الكابتن جوهر من ايام 90، من كاس العالم من ايام 90، لا احنا 98، 90 الجيل اللي كان قبلنا كان بيتدرب عليها طبعا، في وجود حسام وهاني رمزي وابراهيم حسن اللي هم كانوا موجودين في 90 كانوا موجودين معنا في المنتخب، ولكن الحمد لله احنا عملناه كتير في البطوله دي كل المباريات. بيمثل لك ايه الجون ده؟ لا طبعا جون في نهائي بطوله امم افريقيا، يكفي ان كل الناس الحمد لله كل ما بيجي امم افريقيا بتتلعب بيجيبوا الاهداف ديت، بيجيبوا الهدف دوت، وبيفكر الناس دايما بطارق مصطفى، ودايما انا الحمد لله دي الحاجات اللي الواحد بيتشرف ان هو لبس منتخب مصر، ان هو ادى المنتخب مصر، وانه احرز كمان هدف زي ده في نهائي بطوله امم افريقيا، وتاخد كمان البطوله مع بوركينا فاسو في بوركينا فاسو مع جنوب افريقيا، فدي حاجه تسعدني. على فكره الهدف ده انا ما كنتش هقف في الحيطه، يعني دي تحديدا كابتن محمود الجوهر الله يرحمه حازم خد فاول، وانا كنت انا ماشي، فالكابتن جوهري وهو واقف على الخط قال لي يا طارق هو فكرني ان انا مكاني هنا في الخطه اللي هو عاملها، ان انا بقف هنا وهتحرك في تحرك حازم، ومجيت حسام يحطها لي واحده احطها. فدي من الحاجات اللي دايما الكابتن جوهري الله يرحمه كان دايما بيذاكر دايما صور، عشان كده انا بقول ليه كابتن جوهري مثلا انا الاعلى، مثل الاعلى دايما ليه؟ لان انا الحمد لله حافظ محاضرته، حافظ كل حاجه كان بيقولها، وانت كمدرب بقى بتطور من نفسك، وانت مش هتفضل من سنه 98 زي ما انت دلوقتي، الامور كلها بتتغير، التكتيك بيتغير، الكره نفسها بتتغير، يمكن ظروف المباراه بتتغير. 98 طبعا واحنا في 2023 طبعا، ليه ما بنشوفش دلوقتي رغم يعني تواكب الكره بقت احدث جميل والدنيا افضل، ليه ما بنشوفش مثلا استفاده من الفرق بالكور الثابته زي ما شفنا زمان كده في 98 وفي 90 وفي انكم بتتدربوا عليها كتير جدا، دلوقتي تحس ان مثلا ما فيش استفاده بشكل فني كبير بالكور الثابته سواء مع المنتخب او الانديه. خلينا نقول انت دلوقتي، زمان كنت بتقعد فتره عشان تشتغل بصراحه، يعني
دلوقتي انت ما بتلحقش، دلوقتي بتقعد 3 4 ايام وبتلعب مباراه ما بتلحقش، الا اذا كان عندك فتره اعداد كبيره فبتقدر تشتغل، لان الكره الثابته جزء مهم جدا، جزء مش خلي بالك مش الكره الثابته وانت بتلعبها بالرجل بس، لا ده رميات التماس دلوقتي بقى فيها تحركات بتقدر تخلق منها فرص. فبالتالي انا بشوف ممكن يكون كسل من بعض المدربين مش عايز، ولكن في مدربين بيشتغلوها بصراحه، في مدربين انا بشوف مدربين بيشتغلوا الكرات الثابته اذا كان من خلال الكورنرز او من خلال الفاولات، مش عايزين نقف في حق احد، ولكن هي قلت بشكل كبير جدا عشان اللي انا بقول لك عليه ده. لكن في الاول والاخر انا دايما بتمنى التوفيق للجميع، يعني كره القدم هي توفيق دايما بتيجي لكل مجتهد. انا اشوف ان كابتن جوهري كان بيذاكر كتير وبيفضل 24 ساعه وقت كبير جدا مخصصه للحاجات دي، اشوف ان هي قلت بصراحه عند مدربين كتير. اخيرا يا كابتن طارق، يعني قبل بدايه موسم جديد وفي ظل وجود بعض الفرق الجديده اللي صعدت للدوري الممتاز وتدعيم الكل بيدعم دلوقتي، شايف الدوري المصري السنه الجايه هيكون عامل ازاي والكره المصريه بشكل عام سواء المنتخب او البطوله المحليه في الموسم الجديد، وهل في حد هينافس القطبين السنه دي؟ اكيد ولا أكيد الوضع هيكون لا 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 اكيد طبعا القطبين وبيراميدز والمصري، انا اشوف ان المربع ده هيبقى بشكل كبير جدا السنه الجايه، المنافسه هتبقى شديده للامكانيات اللي موجوده الماديه والامكانيات الفنيه واسمه وتاريخ الزمالك طبعا، ولكن اشوف الدوري هيبقى دوري قوي في بدايته، اتمنى ان الدوري يبقى منظم بشكل كبير جدا، يبقى فيه استمراريه ناحيه الجماهيريه تزيد بشكل كبير، لان ده هيدي انطباع ان عندنا دوري قوي وعندنا دوري مميز ودوري متشاف، بصراحه عندنا كل الامكانيات ان يحصل كده. بتمنى التوفيق للجميع، بتمنى التوفيق كل المدربين وكل اللعيبه وكل ادارات الانديه، ان الكل يجتهد عشان الطموح بتاعه الهدف بتاعه من البدايه يوصل اللي هو عايزه. قبل ما نختم ينفع ناخد منك يا كابتن طارق يعني يمكن ابرز الـ 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 المراكز او افضل اللاعبين في الموسم المنقضي اللي انتهى ده بالنسبه لمركز حراسه المرمى، افضل مدافع؟ صعب، خليني اقول لك صعب بصراحه، لان انا ما كنتش متابع بشكل جيد، ولكن عايز اقول لك انا اشوف ان بصراحه من اللعيبه اللي بتعجبني مع كبر سنها وان الاصابه فرقت معاه بشكل كبير جدا، كنت اتمنى ان يكمل الموسم ولكن قدر الله وشاء فعل، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بالنسبه لي هيفضل اللعيب المؤثر، اللعيب اللي كواليتي مختلف، اللعيب اللي عنده كل الامكانيات ان يكسب اي فريق بصراحه، وزيزو من افضل اللعبه اللي موجوده بصراحه هذا الموسم. شرفتنا ونورتنا، ويعني شيء يسعدنا جدا انك تنورنا على طول في الجول، وبنشكر حضرتك جدا. الله يخليك، بس يا من انا اللي بشكرك جدا على الاستضافه دي، وبشكر كل اللي موجودين، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله ان اللي احنا والنادى كله يعجب كل الناس ان شاء الله، وما نكونش احنا كلمنا ولا جرحنا اي حد. شكرا شكرا لك.